أبدأ معك أحمد، تحياتي لك في البداية وآخر التفاصيل المتعلقة بالحالة المرورية، تفضل. مساء الخير آية، تحياتي. هذه غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وهنا يتم مراقبة ومتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية عن طريق الكاميرات الحديثة المثبتة على كافة الطرق، والتي تعرض على مدار اليوم كافة المعلومات والتفاصيل وحركة السير والمرور على هذه الشاشات التي يتم متابعتها عن طريق متخصصين، فضلا عن التواصل الدائم بين أفراد المرور المنتشرين على كافة الطرق والمحاور وبين غرفة العمليات من أجل التدخل السريع إذا ما تطلبت الحاجة في حالة حدوث حادث أو كثافات مرورية في بعض الأماكن. اسمح لي في هذه العجالة أن نتعرف على حركة السير والمرور على مدار اليوم. يصحبنا في هذه الجولة الرائد محمد الشربيني، مشرف العمليات بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. تحياتي ورحب بك على شاشة أكسترا نيوز. اهلا وسهلا فندم بحضراتكم وبجميع السادة المشاهدين. أطلعنا إذا تفضلت عن حركة السير والمرور على مدار اليوم. طبعا شهدنا في الفترة الصباحية الأحجام المعتادة على كافة الطرق والمحاور، طبعا ما كانش عندنا أي اختلاط غير عادية، الحمد لله. أيضا الحالة الجوية كانت مستقرة تماما، ما كانش فيه اختلاط بشبورة أو أمطار أو أي رياح محملة بالأتربة ممكن تؤثر على حركة المرور. طبعا مع تواجد خدمات الإدارة العامة للمرور تم الانتهاء من كافة خدمات أو تم الانتهاء من كافة الأحجام اللي كانت موجودة في الفترة الصباحية سواء على الطريق الدائري أو على محور 26 يوليو. بنطمن حضراتكم إن الآن كافة الطرق السريعة التابعة للإدارة العامة للمرور ما زالت لم تشهد كثافات الظهر والمسائية، لسه حتى الآن الحالة تعمل بشكل جيد جدا مخارج القاهرة سواء من طريق السويس أو الإسماعيلية أو طريق مصر اسكندرية الزراعي والصحراوي. أيضا طرق الصعيد بالكامل ما زالت تعمل بشكل جيد من بداية حدود الإدارة العامة للمرور من أسفل الدائري حتى اتجاه المحافظات المختلفة والعكس. أيضا الطريق الدائري في كامل قطاعاته حتى الآن يمكن زي ما الشاشات موضحة ما زال يعمل بشكل جيد جدا وسيولة مرورية تامة، ما عندناش حتى الآن أي تأثير للظهور المسائية أو بدء توقفات الظهور المسائية على أي من الطرق السريعة، مع استمرار تواجد المكثف من خدمات الإدارة العامة للمرور على مخارج القاهرة بالكامل وعلى الطرق السريعة سواء المسؤولة عن تنظيم حركة المرور والانتهاء من الظهور المسائية بعد بدايتها إن شاء الله، وأيضا بالنسبة لخدمات الحملات بكافة أنواعها وأيضا خدمات الإغاثة المرورية المنتشرة على كافة الطرق السريعة. أنا طبعا من جميع قائد المركبات الالتزام بالقيادة الآمنة ومبقاش في أي مشكلة على مدار اليوم بإذن الله. ايضا تهيب الاداره العامه للمرور بجميع المواطنين خاصه سائقي المركبات منهم بالتعامل الايجابي مع الحوادث التي قد تحدث على الطريق، هناك بعض من يقف ليلتقط الصور فيؤثر سلبا على الكثافات او على الحادث نفسه دون حتى التطوع من اجل مساعده المصابين في هذا الحادث، وربما يطلعنا الرائد محمد الشربيني على بعض الارشادات للتعامل مع الحوادث على الطرق. طبعا بالنسبة للحوادث على الطرق طبعا ربنا يسلم طريق الجميع ومبقاش فيه أي مشكلة. نأكد مع جميع قائد المركبات في حالة وقوع الحادث يبادر طبعا فورا باختيار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور على رقم الإغاثة رقم 0122-111-4 أصفار 0122-111-4 أصفار، وبدورها بتواجه أقرب خدمة مرورية لرفع الحادث وطبعا تنسيق مع كافة الجهات المعنية إذا كان في مصابين بيتم إخطار الإسعاف أو أي جهة أخرى بتطلب ليها الإخطار، سواء طبعا بالحماية المدنية لإرسال سيارات الإطفاء أو أيضا بإرسال سيارات الإنقاذ لاستخراج المصابين. بعد كده يقتصر دوره طبعا على وصول خدمات الإدارة العامة للمرور على طبعا تسير حركة المرور طبعا الانصراف من المكان. يمكن معظم الحوادث بيسبب فيها زي ما حضرتك تفضلت أحجام حركة مرتفعة ناتجة عن المشاهدة من قائد المركبات، ويمكن بتبقى أيضا في الجهة المقابلة للحادث. نتمنى من الجميع أن يلتزم بخط سيره والترك طبعا الحوادث أو نقل المصابين للجهات المعنية لحين الانتهاء من الحادث ورفعه تماما وإعادة تسهيل حركة المرور. كان أهم الإرشادات الأخرى هي الالتزام من قيادة المركبات بالقيادة الأمنة عشان ما يبقاش في حوادث على الطرق السريعة بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا لهذا اللقاء، كانت هذه رسالة غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. أعود إليك مرة أخرى زميلتي آية.